فاق الرجل ما لقى لامس ما لقاش العود. قال كيفاش انا قاعد قدام العود والو كيداروا ليا هاد اللعبه زيد. قال ودي راك انت كتنعس قاعد راه كيحضوك من نعسني قاعد راه جال المعلم ده مشى كيعطيهم الزطاطه كيقولوا ليها يمكن يفكوا بحال الديه ديال داك العود يزططوا عليها تسمات زطاط المدينه كامله راه كانت زطاطه. اييه زين مشى ديك سعر شادك اللي هذا وردوا ليه عودو عطاه الداية ولا الزطاطة ولا كذا ورد لي عوده وردوا لي العود. كيفاش قلت لي على الخيل؟ هذيك الخيل على الكسابة شنو كل واحد اش كيبغي كيقول لي اودي تيقلب في السوق تقول لي اودي الثماني. قال لي قليل فين تلقاني العود الثماني قليل فين تلقاني. قال لي والعود السباعي والعود السباعي الى كان جاري وإلا كان من تحت ديك السباعي راه ديال البرد عاو شواري. إلا كان ما هو السباعي عادي البرد عاو شواري عادي القاسم يدخل به للدواور سير حش على خاطرك ها عادي القاسم يعود يجمع لي الخب ويجمع لي صافي زين. إيوا تيقول تاني البرقي من تحت أمو والزرق حتى يجمع فمو ولو الدهم من ظلام تال ظلام ما كيتغلبش بجري من الفجر قبل ما يصبح الصباح ايه يجري تيطيح الظلمة راه صابر معاك. وشنو الثماني؟